عايز برضو اتكلم على كابتن محمود الخطيب بصراحه. يعني هو مسافر مع الفرقه من يوم السبت. ايوه من يوم السبت والماتش امتى؟ الماتش يوم الثلاث. فبسم الله ما شاء الله، يعني دايما واقف ورا الفرقه، وده دور كبير لكابتن محمود الخطيب. يعني بصراحه سر من اسرار السيطره على الفرقه والشخصيه والنجاح في الفتره الاخيره وجود كابتن محمود الخطيب اللي دايما ورا الفرقه. يعني الراجل مسافر من يوم السبت مع الفرقه، في حاجه بصراحه يعني ربنا يكرمها ان شاء الله، يكرمنا ان شاء الله بكره، وان شاء الله تكمل على خير باذن عشان الله. البدايه مهمه برضو يا احمد. البدايه مهمه، البدايه مهمه جدا. البدايه لاي رياضي لو انت النهارده حطيته على تراك معين واللعيبه حست ان هي فعلا تقدر تعمل شكل معين، وقدرنا باذن واحد احد نعمل انطلاقه شبيهه لانطلاقتنا مع جوزيه 2004 2005. حضرتك طبعا تفتكر الموسم ده 17 انتصار على التوالي، برضو مع ريني فايلر حققنا 17 انتصار على التوالي. لو نقدر نحقق المعادله دي، انت بعد كده بتحس ان الامور بقت اعتياديه ليك، وكمان المنافسين بقى بيبدا يقول لا احنا نازلين اللاعب ده من الاهلي، فلو خايف منك مثلا بنسبه 30% لا ينزل خايف اكتر 60% 70%، فبالتالي بيسهل لك مهمتك. عشان كده طبعا اعتقد الكابتن محمود الخطيب بيشتغل على الجزء النفسي من البدايه، واحساسه كمان بصعوبه الماتش. طبعا يعني الناس اللي بتتكلم المباراه لا سهله، لا طبعا الماتش مش صعب. طبعا دليل ان الراجل رايح من بدري، هو جمهور النادي الاهلي الحقيقه عارف ان المباراه ليست سهله. هو طبعًا كل اللي بيحاول ان يقول هذه المعلومات هو بعض من اللي شجع النادي الاهلي رايحين لهذا الاتجاه علشان يعني يهبطك ويضللك ويوديك في اتجاه هو غير صحيح بالمره. كل اللعيبه مركزه، عشان اللي انا عارفه يعني عن المعسكر، احنا عندنا دايما كاميرا بتبقى موجوده هناك، الكاميرا او كل الناس اللي هناك بتقول لنا ان كل اللعيبه يعني حتى ما بيتكلموش كتير، مركزين في المباراه فقط، وان شاء الله ازاي يقدروا يسعدوا جمهور النادي الاهلي.